زينب رح نبلش بأولى محطاتنا لليوم، وبرغم العمر الصغير لكن القدرة والطاقة الكبيرة قدرت أنه تعمل من طلاب ابتدوا بشغفهم بالتكنولوجيا وتحول هالشغف لابتكار وطاقات علمية مدروسة ضمن أولمبياد الروبوت العالمي وضمن منهجية منظمة لتطوير قدراتهم، وقدروا يحققوا مراكز متقدمة على المنصات العلمية العالمية. واليوم رح نبدأ صباحنا مع الإنجاز يلي تحقق خلال العام الماضي بمجال الروبوت، وأيضا نتعرف على الخطوات الجديدة بهالمجال وللإضاءة على طاقات أسهمت بتطوير القدرات الشابة الموجودة. كل هالتفاصيل مع الدكتور مهيب النقري الممثل الوطني لمنظمة أولمبياد الروبوت، والدكتور عدنان صلاحي مدرب ضمن أولمبياد الروبوت. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يعني دكتور مهيب، خلينا نبلش هيك، دائما نحب نبلش معك بالإنجازات أو حصاد 2018، نعطي الإنجازات العلمية اللي قمتوا فيها. نعم طبعا، الحمد لله يعني من 4 سنوات حتى الآن يعني إنجازات الروبوتيك في سوريا إنجازات عالمية وإقليمية. نحن بالعام الماضي شاركنا طبعا بنهائيات أولمبياد الروبوت العالمي بتايلاند، شاركنا ب6 فرق. الحمد لله نتائج الفرق كلها يعني كانت مميزة، بس أخذنا مركز ثالث على العالم طبعا ضمن الأولمبياد بالمسابقة المفتوحة الفئة المتوسطة. طبعا هذا إنجاز، كمان كان في إنجازات خلال الأعوام السابقة، ثاني أو ثالث أو حتى يعني رابع العالم. السنة الماضية 4 فرق من الفرق السورية اللي شاركت بتايلاند كانت بين الأفضل 15 على العالم بكافة المسابقات. كمان دكتور، يعني بما أنه عم نحكي عن إنجازات العام الماضي بدنا ننتقل للدكتور عدنان ونحكي عن الإنجازات اللي كانت بتايلاند، خلينا نتعرف عليها أكثر. تمام. هلا أنا كنت مدرب الفئة المتوسطة فريق الجونيور، حققنا المركز الأول بالبطولة الوطنية مرة ثانية على التوالي، وانتقلنا للبطولة العالمية بتايلاند. الفرق اللي كنا عم نواجه 110 فريق. هلا هدول الفرق هن المنافسة معهم كانت شديدة، لأنه هدول الفرق هن نخبة بلدانهم، يعني كل فريق من بيناتهم هو عبارة عن أفضل فريق ببلده. فلهيك لما الواحد ينافس 30 و40 فريق و50 فريق مو مثل لما ينافس 100 فريق. الحمد لله الفريق السوري حسن يحصل على المركز 11 من أصل 110، وهذا طبعا كان بفضل الانضباط والالتزام الكثير كبير من الطلاب والشغل الكثير حلو يلي عملوه. دكتور عدنان، يعني أنت دارس مجال هو مجال الطب، لكن كيف كانت تجربتك مع الروبوت مع فريقك، وكيف يعني كانت هي التجربة أنه مجال الطب تماما غير مجال الروبوت؟ فاحكي لنا كيف فتت بهذا المجال وهي البصمة اللي عملتها مع فريقك. تمام. أول شيء شو اختصاصك؟ شو عم تدرس؟ هلا أنا طب أسنان. طب أسنان. طيب أسنان. هلا أنا بدأت روبوتك بال 2009. شاركت كلاعب 3 سنوات. بعدين قطعت بسبب بكالوريا والجامعة وهالأمور هي. من فترة تقريبا 4 سنوات رجعت بمجال التدريب. ودربت بال 2016 ولحد الآن. هلا يعني الروبوتك بالنسبة لي ما عادت صارت أكثر من هواية بقى. يعني صار مثل رياضة أنا بلعب فيها. وبس بالأكيد يعني بالأساس طب الأسنان هو مجالي العلمي اللي أنا فايت فيه. يعني دكتور مهيب، مثل ما عم نشوف دكتور عدنان مثله مثل كتير شباب اللي هنا بمجالات مختلفة، ولكن صارت ثقافة الروبوت ثقافة أساسية عندهم، وعم نشوف هذا الشيء عند كتير من الفرق يلي عم بتشارك، مو شرط يكون دارس معلوماتية أو دارس فيزياء أو كيمياء أو رياضيات لحتى يدخل لمجال الروبوتك. قد ايش شفتوا صار في توسع بهي الثقافة؟ يعني بالتأكيد مثل مجال الاي تي اللي هو داخل بكافة الاختصاصات، يعني حتى الروبوتيك صار موجود بكل الاختصاصات، حتى بالمجالات الطبية يعني بنلاقي كثير روبوتات بتقوم تعمل عمليات دقيقة ودقيقة جدا بطب العيون بالأسنان بكل هذا، أكيد في ارتباط كثير عالي. هلا هذا الاختصاص هو اختصاص علمي بيرتبط مع الرياضيات مع الفيزياء مع كل العلوم يعني خليني أقول الأساسية، ونحن طلابنا المتميزين بصراحة يعني هن المتميزين لأغلب هالعلوم من الروبوتيك. فحتى بنلاقي الخريجين طلابنا دائما بيسألونا الأهالي
انه بياثر التدريب على دراستهم. بنقول لهم لا، في عنا طلاب اخذوا الاوائل على سوريا بالبكالوريا وحتى بمجالاتهم العلميه، فهو بيوسع افاقهم العلميه، بيوسع المدارك العلميه تبعهم. والحمد لله يعني الجيل السوري هو جيل يعني قادر على انه يعني يصنع المعجزات يعني ان شاء الله. ويمكن اللافت سلمى انه يمكن هذا الجيل عنده حب فظيع للابداع والتعلم وعمل بصمه بالحياه، يعني ما بده يعيش حياه عاديه، بده يعمل بصمه بحياته. خلينا نحكي دكتور عن الخطوات الجديده اللي عم تحضروا لها بمجال الروبوتك. نعم طبعا، مثل كل عام عندنا مجموعه جديده من النشاطات خلال العام 2019، ان شاء الله يكون افضل كمان من عام 2018، لانه صار في عندنا انتشار كثير كبير بكافه المحافظات باغلب الجامعات السوريه. عم نحاول نتوسع بالمدارس في تعاون مع وزاره التعليم العالي، مع وزاره التربيه، وزاره التعليم العالي، هيئه التميز والابداع، مع اغلب الجمعيات الاهليه. في عندنا مسابقة في بآدار 16 آدار، هي البطولة السنوية للروبوت، مننظمها مع جمعية كلمات وأكاديمية إي روبوت اللبنانية. طبعا السنة الماضية نحن أخذنا الأول على العرب بمسابقة السومو، هلا عم نذكرها. طبعا غير الإنجازات العالمية، إنجازات حتى إقليمية، والفريق السوري يعني كان من اللاذقية، وحصل حتى على منح من جامعة الآيو اللبنانية. فنحن يعني هاي الإنجازات عم تشجع شبابنا إنه كمان يكون في لهم تحصيل أكاديمي مستقبلي. في المسابقة طبعا المسابقات الوطنية، المسابقات الإقليمية بلبنان بنيسان رح نشارك بالفرق الأولى بلبنان. بتموز وآب عندنا مسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي، إن شاء الله كمان عم حضر له هلأ. في إقبال كتير كبير يعني بصراحة، ما عم لحق الطلب، والحمد لله مثل ما عم تحكي حضرتك الجيل فعلا مهتم كتير بهذا النوع من المجالات. وإن شاء الله مشاركتنا هي السنة بهنغاريا بتشرين ثاني بتتوج يعني كل الموسم، ويكون في إنجاز جديد للروبوت السوري إن شاء الله يا رب. كمان نرجع لك دكتور عدنان، يعني أنت مختص بطب الأسنان، هل فكرت بما أنك بلشت تحرز شيء مهم بمجال الروبوت أنه تعمل شيء يدعم مجالك العلمي وتخصصك؟ تمام. هلأ يعني مثل ما قلت لك صارت أكثر من هواية، بس هلأ يعني كمان في حدود لازم انا اوقف عندها، لانه بالنسبه لي انا بدي اختص بطب الاسنان، بدي اكمل بطب الاسنان. يعني الروبوتك هي انا رح اكمل فيها، ما رح اوقف فيها. لا، فيك تربط المجالين ببعض، فكرت طبعاً بهذا طبعا الموضوع. هلا الموضوع هذا بيدخل بموضوع الابتكار والتطوير والاختراع تبع المجالات بشكل عام. يعني هلا مثلا لما الواحد فيه يقدم براءة اختراع، فيه مثلا يطور الشيء اللي بيشتغل فيه، فيه مثلا يصنع أداة معينة، ميكانيكية معينة، شيء ليطور دراسته وبشكل عام هي العلوم. نعم دكتور مهيب، يعني عم نشوف دائما اختراعات شبابية وأفكار شبابية عن الروبوتات بشكل عم يخدم واقع إعادة الإعمار وعجلة التطوير بسوريا، لكن السؤال وين هالاختراعات على أرض الواقع؟ لماذا ليس هناك إنتاج لهي الروبوتات، هي الأفكار؟ ليش ما في استثمار؟ ففينا يعني إحنا بالتأكيد هذا السؤال اللي هو كمان هاجس بالنسبة لنا، لأنه بالتأكيد يعني في شغل كتير مميز عند طاقاتنا الشبابية، وحتى بالجامعات والمعارض العلمية بلاقي كتير مشاريع مهمة. هلأ يعني هون بيجي دور مجموعة من الجهات، خلينا نقول الحكومية وغير الحكومية، لتساعد بتحويل هاي الاختراعات لتصنيع. نحن عم نحاول بصراحة، ولكن يعني خليني أعترف أنه حتى الآن لم نستطع أنه نحول هاي الإنجازات لشيء له علاقة بمنتج محلي، منتج علمي عالي. هلا يعني نتمنى من كل الجهات اللي هي طبعا عم تشوف هاي الانجازات، ان كان بوزاره الصناعه، بغرف الصناعه، بكل هالاماكن اللي هي ممكن تستفيد من خبراتها وطاقاتها الشباب وهال يعني الاختراعات العظيمه، انه في عندنا مرحله اعاده اعمار، في عندنا معامل كثير مهمه ان شاء الله رح يتم انتاجها، يستفيدوا من هؤلاء الشباب. مو بس يعني تدريب اللي احنا عم نقوم فيه، يعني حدودنا بصراحه هو تدريب، اجراء مسابقات، يعني نقدم للبلد خيره الشباب ونقدم لهم يعني معارف، ولكن كمان بيجي دور جهات ثانيه لحتى نستفيد بشكل واقعي وصناعي من هالشباب. نعم، يعني دكتور مهيب كل سنه عم تزيدوا الدورات وتدخلوا مجموعه من الطلاب جدد، السنه الماضيه كان في لكم تجارب مهمه مع ابناء وبنات الشهداء، عملتوا لهم ورشات وحتى مخابر بقلب المدارس، السنة كمان لوين رح تتوجهوا؟
يعني بالتاكيد استمرار للنشاطات. نحن كان في توجه كثير للناس اللي هن خلينا نقول الاكثر احتياجا للامور العلميه وخاصه مجال الروبوتيك. ان شاء الله بنستمر لنوصل للجمعيات الاهليه. طبعا نحن بدور الايتام عندنا يعني خليني اقول تجارب ونجاحات مهمه جدا بمساعده المعنيين. دار الرحم لرعايه الايتام عنده نادي مميز جدا كان ذكور او اناث. دار الامان كمان عم نحاول نساعد معهم بطرطوس بكل المحافظات. فعم نحاول نحن يكون في انتشار خليني اقول افقي بكافه المحافظات لحتى نوصل لكل الشباب ان شاء الله. يعني بمساعده الجهات خليني اقول الحكوميه وزاره التربيه وهيئه التميز والابداع وزاره التعليم العالي نقدر نوسع هي النشاطات ويعني نكتشف مواهب جديده سوريه بهذا المجال ان شاء الله. دكتور عدنان، يعني عم تدرس طب اسنان، فكرت بروبوت يساعدك كممرض او شيء انه يخدم طب الاسنان او شيء؟ يعني هي الفكره دائما الواحد بيقول بدي شيء لمجالي، فكرت بهيك فكره؟ تمام. هلا بصراحه انا قدمت براءه اختراع لجهاز بيساعد طبيب الاسنان. حلو. وهلا هي ضمن الدراسه بالمجال هذا. قد ايه هيك بيوفر؟ قد ايه له ميزات بتوفر يمكن راحه لاطباء الاسنان؟ ايه اكيد. هلا هو يعني محل مساعد، ممكن يوصل لدرجه انه يمسك مرايه، ممكن يعني هو جهاز كامل ممرض يعني. ايه تقريبا. هلا هو عباره عن خوذه بيلبسها الطبيب بيلبسها المريض عفوا. تمام. يعني هذا الشيء كثير مهم يمكن اليوم انه نشوف براءات اختراع، يعني ما تضل المشاريع بس مجرد هي افكار عم تنطرح بمسابقات ومنافسات عالميه، كمان كل سنه عم بيكون لكل مسابقه عم تشاركوا فيها محور مخصص. المسابقه الجديده اللي حتشاركوا فيها عن شو رح تكون؟ شو المحور؟ نعم. العالمي؟ طبعا في عندنا المسابقتين مثل ما ذكرت، المسابقه البطوله السنويه اللي رح تصير بسوريا ولبنان بآذار ونيسان، التوجه تبعه هو الزراعه، استخدام الروبوت بمجال المجالات الزراعيه. فراح نشوف ان شاء الله مشاريع ممكن تخدم المزارعين. نحن بلد زراعي بالنهايه. المسابقه العالميه لاولمبياد روبوت العالمي هي بتحكي على المدن الذكيه السمارت سيتيز، فكمان يفترض يكون في كمان مشاريع وفي خليني اقول مسابقات لا تخدم هي الافكار اللي هي تتعلق بالمدن الذكيه اللي هي مدن المستقبل. اكيد. دكتور عدنان، خلينا نحكي عن يمكن الابديت للمعلومات مثل ما بيقولوا، تحديث المعلومات، مواكبه كل التطورات اللي عم تصير بالعالم، وخاصه بنعرف انه صار متوفر بين ايدي الشباب السوري يمكن كل تحديث عم ينزل. تمام. فكيف فينا نسقط هذا التحديث والتطورات في مجال الروبوتات وتدريب الطلاب الجدد؟ كيف عم تدرب كيف عم تعطي خبرتك للفرق الجديده او الطلاب الجداد؟ هلا اليوم نحن بثوره علميه معلوماتيه، اي طالب بالعالم فيه ياخذ اي معلومه بده اياها. في كثير اوبن سورس على الانترنت، في اللي حابب يتطور في كثير امكانيه لهذا الشيء. طبعا بس بضل لازم الواحد يمسك الشيء بايده ويجرب بايده، فالافضل انه هو يا اما يشتري هذا الجسم اللي بده يتعامل معه، يا اما يسجل بدوره بمكان يتيح له مكان انه يتعامل معه لحتى يحسن ياخذ الفائده الكبرى ويتطور اكثر فيه. طبعا يعني دكتور مهيب عم تدعمون بهذا المجال خلينا نقول بتقديم المعدات والادوات لصناعه الروبوتات، اللي هي يمكن اصعب شيء بيكون على اي حدا بده يدخل بهذا المجال، باعتبار بنعرف كلياتنا انه حصرنا اقتصاديا وكنا محرومين من كثير من الشغلات. ما زلتوا عم بتقدموا هذا الشيء؟ وهلا هل تحسن هذا الوضع؟ يعني خليني اقول لحد يعني بشكل عام تجهيزات موجوده بالسوق المحليه. لا يعني التجهيزات خلينا نقول البسيطه البديله يعني. هلا التجهيزات المتطوره والمتقدمه اكيد في حصار على سوريا، مو دائما سهل انه نقدر نوصل لها. يعني قدر الامكان عم نحاول نامن هي التجهيزات للشباب يعني، بس بالتاكيد نحن في عندنا مشكلتين اساسيات، هو ارتفاع سعر الدولار، فعم تكون اسعار التجهيزات يعني غاليه وما انا بتناول يد يعني ببساطه، وكمان هي التجهيزات يعني احيانا بنحاول نلاقي يعني حلول خليني اقول كثير صعبه لحتى سوريا. فان شاء الله يعني بنهايه الازمه نقدر تنحل كل هالمشاكل على بلدنا وعلى شبابنا ان شاء الله يا رب. دكتور عدنان، هيك بالختام شو بتحب توجه كلمه لفريقك، لكل شاب عنده هواية بمجال الروبوتك وأيضا التكنولوجيا، كيف كانت تجربتك؟ شو بتخبر كل اللي عم بيشوفونا هلأ؟ وقدي حلو الإنسان يكون عنده بصمة بالحياة، يعني يكون عنده قصة يحكيها بعدين. هلأ الشباب اللي أنا دربتهم صراحة يعني كانت هي التجربة بالنسبة لهم هي أحلى تجربة مروا فيها، يعني بشهاداتهم وشهادات أهليهم حتى. طبعا شيء كتير حلو أنه الشاب بهالعمر أنه أو الطالب يعني
بهالعمر انه يقدر انه يعيش هيك تجربه كثير بتثقل الشخصيه. نحن بنقول انه اي طالب او طفل عنده ارضيه كثير كبيره للابتكار. كثير بشجعهم يدخلوا لهذا المجال خصوصي تبع الروبوتك لانه كثير بيثقل الشخصيه، كثير بيساعد الطالب على يعني يتحلى بصفات كثير مهمه للنجاح مثل الصبر والالتزام والانضباط، يلي هن من اهم الصفات اللي بيخليه يكون فرد ناجح بمجتمعه ومفيد له. اكيد. كمان دكتور مهيب، قبل ما نختم حديثنا اليوم، شو بتتوجه لكل ايضا الاهالي يلي عم يدعموا اولادهم وعم بيامنوا بهذا الفكر، قد ايه هو عم بيغير حتى من طريقه تفكير الطلاب اللي عم يشتركوا؟ يعني بالتاكيد نحن بنشجع اكيد الاهالي لحتى انه يدفعوا الاطفال تبعهم والشباب لحتى يعني يكتسبوا هاي المهارات العلميه المتطوره جدا. نحن في عندنا كثير طلاب، في عندنا طلب كثير كبير على التدريب على هذا النوع من العلوم، واكيد يعني هذا هي الخبره وهي المعرفه اللي بيكتسبوها اكيد رح تساعدهم بدراستهم المستقبليه. فبنتمنى اكيد يكون في عندنا نشاط كثير كبير من 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 على كل المستويات، واكيد يعني اهتمام الاهالي هو اكيد اهتمام كبير ان شاء الله. اكيد نحن بنتشكركم دكتور مهيب النقري ودكتور عدنان صلاحي على وجودكم معنا، ودائما نتمنى هي الاحلام الورديه الخاصه بالشباب الاكاديمي تطبق وتدعم ونشوفها على ارض الواقع لخدمه سوريا حبيبتنا. طبعا شكرا لوجودكم وجهودكم، ان شاء الله بالتوفيق باي مكان ترفعوا فيه اسم سوريا. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا.